قال: وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح، الفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من أمره. فقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد حصلوا على مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم، هذا هو الفلاح، وهو قريب من معنى الفوز. وقوم نكرة في سياق النفي الذي هو إيش؟ النفي المستفاد من لن، فيعم كل قوم ولوا أمرهم امرأة. وقوله ولوا أمرهم، أمرهم أي شأنهم وتدبير أمورهم سياسيا وعسكريا واجتماعيا وغير ذلك. والمرأة معروف، وامرأة أيضا نكرة في سياق النفي، فتعم أي امرأة حتى لو كانت أذكى بنات آدم في عهدها، فإن من ولاها لي. ولن للمستقبل، فتعم جميع الزمان. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الفرس ولوا ابنة كسرى عليه، فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة، لأن توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلاح وإلى فساد الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أن بيان قصور المرأة في العقل والتدبير، وأنها لا يصح أن تشارك الرجال في مثل هذه الأمور العامة. أما أن تكون ولية في بيتها أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو مديرة لمدرسة بنات فهذا لا بأس لي. أما أن تتولى أمور الرجال فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحنكة وما أشبه ذلك، فإن من ولاهن لن يفلح. نأخذ هذا من كلمة امرأة التي هي نكرة في سياق النفي. وهل هذا الحديث، هل هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس، فكأنه قال إنهم لما ولوا عليهم امرأة فلن يفلحوا، أو يعموا كل قضية على هذا النحو إلى يوم القيامة؟ الظاهر الثاني، الظاهر هو الثاني. ومن زعم أنه خاص بالفرس الذين ولوا أمرهم المرأة وقال الرسول لن يفلحوا، يعني هؤلاء القوم، يقال له: أولا أنه لا يتعين أن يكون هذا المراد، ثانيا لو فرضنا جدلا أنه المراد فإنه يقاس عليه ما أشبهه لوجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، إذ لا فرق بين امرأة من فارس أو امرأة من الروم أو امرأة من العرب أو امرأة من بني إسرائيل، الكل واحد. الكلام على أن المرأة لا يصح أن تكون ولية على الرجال إطلاق. ولهذا الإمامة الصغرى لا يجوز أن تكون إماما للرجال حتى لو كانت أقرأ القوم. لو وجد قوم من الرجال عوام وامرأة قارئة هل تقدم؟ لا. لو أدى الأمر إلى أن يصلوا فرادى ما قد. هذا في الإمامة الصغرى، إمامة حي، فكيف بالإمامة الكبرى؟ ومثل ذلك أيضا أنه لا يصح أن تكون أميرة ولا وزيرة، لأن العلة واحدة، لقصور عقل المرأة، ولأن المرأة سريعة العاطفة، ولأن نظرها قريب، ولأنها تخدع، إلى غير ذلك. ربما تكون ولية أمر، سلطانة، رئيسة، فيأتيها شاب جميل من أحسن الشباب ودرهش له، ثم تقول: ماذا تريد؟ أوقع على ما تبي أنت. نعم، امرأة العزيز في قصة يوسف ماذا قالت؟ هيت لك. فلذلك لا يصح إطلاقا أن تكون المرأة في ولاية عامة للرجال، بل ولا خاصة، حتى كما قلت لكم الولاية الخاصة كإمامة المرأة للرجال لا يصح أن تكون كذلك. فإن قال قائل: هذا الحديث يعارضه الواقع، لأن الواقع أن هناك ملكات من النساء ورئيسات وزراء من النساء، فما الجواب؟ الجواب من وجهين: أما الملكات فإنهن ملكات بلا ملك، ليس لهن تدبير، وإنما هو شيء ورثوه كابر عن كابر وسموها ملكة
وهي مسكينة لا تملك شيئا، هذا هو الواقع. وأما رئيسة أن تكون رئيسة الوزراء فلأن لديها وزراء هم الذين يدبرون في الواقع. ثم يقال لو فرضنا جدلا أنها تدبر لكونها رئيسة الوزراء، فإنهم لو تخلوا عنها وولوا أحدا من الرجال لكانوا أشد فلاحا، إن قدر أنهم أفلحوا، إن قدر أنهم أفلحوا يكونون بتولية الرجال أشد فلاحا، لأننا نحن نؤمن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نؤمن بما يقولون إنه واقع، لأن هذا الواقع عليه احتمالات وإرادات، فلا يصح أن يعارض كلاما محكما صدر من أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. أتى المؤلف في هذا الباب بهذا الحديث في باب القضاء لنستفيد منه أنه لا يصح أن تتولى المرأة القضاء، لأننا لو وليناها القضاء لكنا ولينا أمرنا امرأة، فلا يجوز أن تتولى القضاء. فإن قال قائل لو حكمها نساء فيما بينهما، تنازعت امرأتان وقالتا الحكم بيننا فلانا، وذهبوا إليها وحكمت، أينفذ حكمها؟ لا، لأنها غير صالحة للقضاء. والعلماء يقولون لو حكم اثنان رجلا صالح للقضاء رجلا فلا ينفذ حكمها. طيب لو أنها جعلت المسألة من باب الصلح وأصلح يصلح، وذلك لأن الصلح عن تراض وليس شيئا لازم، فإذا أصلحت بين امرأتين فلا بأس، ونقول جزاها الله خيرا على إصلاحها بين المرأتين. طيب هل يصح أن تكون مديرة على مدرسة؟ في التفصيل، إن كانت المدرسة مدرسة النساء فلا بأس، وفلاح هذه المدرسة بقدر مديرتهم، وإن كانت على رجال فلا أصلح.